شباب نرجع لملفنا بدأت الآن نرجع لملفنا اللي هو الفي بسم الله الرحمن الرحيم الفيجوال أنا بكتب بإيد واحدة فالفيجوال ستوديو كود في بعض الطلاب لسه بسألني نفس السؤال بقول لي أستاذ أنا بعمل رن ما بشتغل نفس الملف حبيبي إذا أنت فاتح لي هون بالإكسبلورر شايف هذه الشاشة تطلع عليها شايفها الورقتين هذول الورقتين بشاشتي هذول اكسبلورر شو معنى اكسبلورر اكسبلورر يعني بعرض لك انت وين واقف على اي مجلد وشو الملفات او المجلدات الداخل طلع انا واقف عند مجلد اللي اسمه ماي بروفايل بيج وعندي كم مجلد جواته مجلدين ايمج والويب بيجز اللي هاي مجلدي اللي بشتغل عليه ما بدي ارجع عيد نفس المعلومه يا شباب هاي مجلدي اللي انا بشتغل عليه هيو وهي عندي ايمج وهي ويب بيجز والملفات اللي جواته معروضه من خلال مين من خلال الاي دي اي للفيديو هاي طلعوا هاي الويب بيجز هاي محتويات صفحه واحده وعندي الايمجز هاي محتوياتها الكارز وداخل الكارز في عندي مجلد تويوتا وداخل التويوتا في صوره وهي الصوره حتى بعرض لك اياها عشان ما تقولش ناقصني شيء شايف ما شاء الله ممتاز الان انا هون بستعرض من خلال اكسبلورر كل محتويات مجلداتي بديش اعيد المعلومه وصلت شو المشكله اللي عندي ينال اشتغل قبل فترة على مثلا البايثون او اشتغل على لغة برمجة تاني السي بلس بلس فبيجي مباشرة بروح بفتح الملف بكون لسه هو مش مسكر بالاكسبلورر المجلد والملف السابق وبيشتغل فهو لسه معلق على مين على انه بيشتغل سي بلس بلس فانت شو بتسوي عشان ترتاح يا سلامة في البيت بتيجي على فايل بتقول له كلوز وين كلوز عندي كلوز فولدر شو اسمها الشورت كات كيز اللي انتم بتحبوه انا من الجيل القديم مش دائما بستخدم الشورت كات كيز انا بستخدم ايش الامر اللي هي كنترول مع ايش كي اف ماشي فانا هاي كلوز فولدر سكر لك اياه ماشي سكر لك المجلد اللي كنت تشتغل عليه نيجي عند اوبن فايل او فولدر او هاي اوبن فولدر عندي اذا بدك تفتح مجلد او بدك تفتح ملف طبعا انا مشروعي موجود في ايش مجلد بدي انزل المجلد كامل بدي اتعامل مع مجلد كامل غلط يا ينال اختار ملف فانا بختار اوبن فولدر واذكرك اياها من هون نفس الكلام هي اوبن فولدر اللي بريحك تيجي انت هون بفضل الله بتيجي عند ديسكتوب وبتختار مجلدك بس هاي مجلدي مش بتدخل جوا المجلد هاي مجلدي هي كتب اسمه هون بقول له سيلكت فولدر اموري تمام الان بعطيني اياه بالاكسبلورر اذا شاشه الاكسبلورر هاي من اهم مين الشاشات عشان بتبين لك انت وين واقف ايش اسم الورك سبيس اللي واقف عنده ورك سبيس مجلدي هو ماي بروفايل بيج وهذا اللي بشتغل عليه باجي الان على الصفحه وباجي بعمل له رن وانا مطمئن هاي رن يا استاذ مالك هو اللي مش راضي يزبط رن اذا مش راضي يزبط رن في عندي اشكاليه طيب انا الان سيد عزيز انا الان عندي مزبوط بس اذا مش راضي يزبط رن عندك في عندك بكون اشكاليه بسيطه اما انك انت ناسي بتكون عامل رن هاي انا عامل رن الان وبتيجي انت هنا بتكون عامل مينيمايز للشاشه تطلع هذه الشاشه طالع شاشه الرن فبتيجي بتقول لي يا استاذ ضغطت على رن وما طلعت عندي بقول لك يا عمي اطلع من الرن مود كيف اطلع اعمل ستوب لما تعمل ستوب الان بيطلع عندك الان الرن زي ما بدك واضح وبعض امور بتطلع عندك بصير يسالك سؤال شو في بصير يسالك انت بدك تعرض على الكروم ولا على الايدج ولا على كذا برضو هذا انت بتختار خلصت حد عنده سؤال لحد الان لا حلو خليني ارجع الان قلت لك بشكل سريع الان ما فيش عندي وقت الان بدك تحط في الباك جراوند الباث تبع الصوره واسم الصوره وامتدادها زميلكم سلامه الله يجزاك خير نزل صوره شباب بدك تسال الاتش تي ام ال ايش امتدادات الصور اللي بدعمها مش كل الامتدادات بدعمها واضح هاي نقطة ومعلومة مهمة مش كل الامتدادات بدعمها الجي بي جي والجي بي جي هذول كلهم بدعمهم وغيره أما في بعض الامتدادات كانت أظن إيش عندك بغض النظر في امتدادات لا يدعمها تأكد من خلال البحث من النت الآن عرفنا شو اسمه هذا الباث الباث اللي حددته بدقة من الروت من الجذر اللي هو السي شو سميته أنا قبل شوي هذا اسم من الابسوليوت باث المسار المطلق يبدا منين من الروت الجذر من جذر الشجره اللي هي السي احنا غلط نحط الابسوليوت باث ولا صح يا فارس شو رايك يا باسل مين الاحسن لما تحط صوره على صفحتك
بتختار ابسوليوت باث اللي انا عملته؟ ليش؟ ممتاز، جواب جميل. يعني انا ممكن اخذ الان صفحتي واخذ مجلد كامل واروح على جهاز سلامه، راح يجي سلامه ينزل صفحته مجلده كامل على جهازه ويفتحه، راح يقول لي الصوره ليش مش عماله تطلع استاذ؟ يا حبيبي هذا الباث على جهازي انا، هذا الابسوليوت السي يوزر، يوزر ديسكتوب بروفايل، هذا يمكن انت اسمه عندك بالعربي اليوزر مستخدم، يمكن يكون عندك داخل اليوزرز اسمه انت عامل اكاونت حساب لك في الويندوز اسمه مثلا سلامه، فبده يختلف الباث، معناته الصوره ما راح يعثر عليها بهذا الباث بهذا الطريق. ماذا؟ لا احنا فرضنا اخذ كل المجلد، اخذ المجلد كوبي كامل من على الفلاش، من الفلاش حط على جهازه، بس للاسف المسار الابسوليوت لما تكتبه هيك بدقه معناته اذا بدك تعدل على الباث بدك تروح وين ما ذكرت الصوره وتعدل على الباث حسب الجهاز اللي بيشتغل عليه. واضح؟ عشان هيك احنا ما بنفضل هاي الطريقه، بنستخدم الريلاتيف باث. احسنت، هو الريلاتيف ريفرنس اللي موجود اخذناه بالاكسل هو الريلاتيف باث، اللي هو بناء على وين انا، وين انا واقف، وين انا واقف، مش تبدالي من بوابه المدرسه من الروت من السي، لا وين انا واقف جوا القاعه. اذا طالما جوا القاعه والصوره جنبي فيش داعي ايش اروح اقول لك والله الطريق المؤدي للصوره ابدا من باب بوابه مين المدرسه واطلع على الدور الثاني وبعدين لف يمين بعدين تعال شمال بعدين ادخل القاعه. هاي الصوره بدي اقول لك اعمل ايش الغلبه، ما انا اصلا انا قاعد معها الصفحه قاعده مع الصوره بنفس ايش بنفس المجلد، صح ولا لا؟ اذا ابدا نقطه البدايه وين ما انا واقف اللي هي الصفحه تبعتي، هذا بنسميه الريلاتيف، نسبي نسبه الى مكان وجود الصفحة، الصفحة اللي بتستخدم الصورة فنسبة إليها. واضح؟ يعني ما تبداليش من الأول، ما تبداليش من الروت، هذا الريلاتيف اللي احنا بنفضله. هذا ساعتها يا سلامة لو أخذت المجلد وين ما أخذته على أي جهاز الصورة راح تفتح معك، أهم شيء يكون بنفس المجلد. خده ساعتها وين ما بدك، واختلف اسمك سي حطيت على الدي على الاف على اللي بدك اياه راح تشتغل عندك. عرفت؟ اذا الابسوليوت ما بنفضله كثير. نيجي على الريلاتيف، كيف نعمل ريلاتيف؟ راح اشرحها بشكل سريع وركز معي عشان ما نطولش في الموضوع. شو الريلاتيف؟ الريلاتيف بدي اشرحها وراح نطبقها، وانت خذ هذا الدوكيومنتس واستفيد منه، هذا احسن دوكيومنت شفته على النت بشرح الباث اند باث نيم. اسمعني هون، هلا عندك هون اتخيل معي هون الاي ماي ستاف روتس اس اش اس اتش بي، خليني اجي لك هون عشان اختصر الكلام. طلع علي، شايفين هذا؟ هذا الهيراركي تبع مجلدات وملفات، شايفينها واضحه ولا اكبر اعمل زوم؟ واضحه. طيب كمان زوم. لا هاي عندي الان تركيبه المجلد، مجلد الروت اللي هو دي، داخله في مجلدين داتا ومابس، داخل المابس في ايش بوسترز، والداتا عندك داخلها مجلدين فاينل وشيب فايلز، وعندك داخل الشيب فايلز اللي هي سويلز واللاند يوز، وعندك داخل الفاينل في عندك داتابيز اسمها بيز، وعندك داتابيز اسمها انفراستراكشر. واضح؟ هاي بنيه، مجلد داخل مجلد داخل مجلد داخل كذا وهكذا. الآن سؤالي، الآن في عندي رمزين، ركز عليهم، رمزين، رمز اسمه نقطة دوت ورمز نقطتين، فيش غيرهم. شوف أسهلها، شو يعني النقطة شو يعني النقطتين؟ الدبل دوتس وعندك الدوت. الدوت الوحدة يا سيدي العزيز معناها أنا مقصود فيها اني انا واقف في نفس مكاني، في بدي انطلق من نفس مكاني انطلاقا من مكاني اللي واقف عنده. صفحتك اللي قاعد تستدعي الصوره، مش صفحتك اللي بدها تجيب الصوره تستدعيها. اذا هذا انطلاقها لما تحط نقطه معناها المكان اللي منه الصفحه اللي موجود فيه الصفحه. حلو. نقطتين اللي انت شايفهم هدول معناها اطلع فوق درجه، اطلع فوق درجه. يعني ركز معي،
لو كنت أنا واقف عند الشيب فايلز وبدي أستدعي مثلاً الداتا بيز اللي هي اسمها بيز بالفاينل، أنا واقف بالشيب فايلز شو بحط؟ بحط نقطة انطلاقاً منها يعني، بعدين بحط باك سلاش الخطوة اللي بعدها يعني، باك سلاش معناها الخطوة اللي بعدها نقطتين، نقطتين يعني اطلع على الداتا، نقطتين يعني اطلع فوق ايش درجة، بعدين بحط باك سلاش، بعدين بقول له فاينل يعني انزل درجة للفاينل، بعدين باك سلاش وبحط اسم الداتا بيز، فبتطلع الناتج عشان انتقل من الشيبس للداتا بيز اللي اسمها بيز هي نقطة باك سلاش، اسف نقطة باك سلاش نعم نقطتين طلع فوق بعدين فاينل باك سلاش فاينل بعدين باك سلاش بيز نزل بعيد. الان هو اعطيك امثلة هون عشان تفهم، بقولك انت انطلاقك راح يكون منين؟ for more examples using the data shapefiles land use as the current directory r. يعني انت واقف الان انت هون عند land use بدك تستدعي، هلا اعطيك مثال، بدك تستدعي دي داتا شيب فايلز، شيب فايلز وين ايش علاقه الشيب فايلز مع اللاند يوز؟ احسنت، بده يروح الان فوق خطوه، بده يطلع فوق خطوه بس نقطتين هيها نقطتين من لاند يوز انتقل للاعلى، مسك ايش صار بدل ما هو داخل اللاند يوز صار داخل مين؟ الشيب فايلز. احسنت احسنت. هلا بقول لك روح لي على الدي داتا، الدي داتا ايش الخطوه الاولى؟ راح نقطتين بعدين ايش باك سلاش يعني الخطوه اللي بعدها نقطتين ارتفع للداتا وصل للداتا. راح نطبقها سهله ولسه راح نشوف سهله سخافتها، انا بشرح بس كفكره لكن راح نشوف سخافتها بالفيجوال عشان تعرف الفيجوال ستوديو كود شو بيسهل عليك. هسه فهمك اياها، فهمت الفكرة؟ زي بدي يروح لفاينل من هون، كيف بدي يروح على فاينل من هون؟ ما تطلعش على الجواب، حلل بدون ما تطلع على الجواب يا سلامة. هلا أنا بدي هاي أنا لاند يوز بدي أروح على الفاينل. نقطتين بدي أطلع فوق. نقطتين طلع على الداتا. بعدين بقول له ادخل وين؟ على الفاينل. باك سلاش فاينل دخل على الفاينل. خلص. الآن عندك هون بده يروح على نفس الدايركتوري، في عندك ملف او صوره داخل اللاند يوز نفسها، فبقول له نقطه بس. ولعلمك لو ما حطيت النقطه ما بسالك، لانه طالما انت قلت له اسم الصوره مباشره بفهم انها بنفس الدايركتوري اللي واقف عندها، وهذا من الخطا. ليش؟ انا قلت لك ما بصيرش تحط الصوره والصفحه بنفس الايش؟ المجلد. ما بصيرش تحط الصوره والصفحه بنفس المجلد، مش تنظيميا. لكن لو كانوا بنفس المجلد تكتب اسم الصوره على طول بدون باث. دون لا ابسوليوت ولا ريليتيف، اذا كانت بنفس المجلد الصوره مع الصفحه نفس المجلد بتحط اسم الصوره على طول دايركتلي. طبعا مش تنظيميا طبعا. هلا عندك نفس الشيء بدي يروح على داتا فاينل سويلز، يعني بدي يروح من لاند يوز للسويل، كيف بدي يوصلها؟ بدي يطلع بده من اللاند يوز ينطلق ويروح وين؟ على الشيب فايلز وينزل على مين؟ على السولز. وبرضه مفاجأة أحسن. وأنا بدي أعطيك شغلة بسيطة، طالما برضه هذا المجلد بدنا نستدعيه بتكتب إيش؟ طالما أنت جوا هذا المجلد تكتب إيش اسم، بس تطلع فوق تكتب اسم المجلد والباث زي ما هو يعني من غير النقطة هاي، يعني فيش داعي للنقطة هاي النقطة الأولى، يعني مباشرة أنت بتقول له land use اطلع فوق وعلى طول سويلز على طول بدون ما تحط نقطة. بس يا سيد عزيز بدك تمشي معه، اذا فهمتوا الفكرة. طب وين سهولتها؟ سهولتها تعال شوف ما اسهلها. شو يا استاذ والله معقدة؟ والله ما هي معقدة. تعال هلا تعال هون شوف 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 اجملها، امسح لي هاي. لا لا هلا بدي اغير الباث اكتب ريليتيف. بس طول لي بالك انت، طول لي بالك. هسا انت وين واقف؟ انا واقف في الويب بيج. الله يرحم والدينا والديك. هاي عندي الاكسبلورر، هاي انا واقف عند ايش؟ الويب بيجز. الويب بيجز زي ما انت شايفها في مجلد ثاني ايش اسمه؟ ايمج. داخل الايمج انا بدي اجيب ايش؟ السي. داخل السي الصوره صح؟ فانا ببساطه شديده هون، بس طول لي بالك طول لي بالك. نعم بدي احط نقطتين مش نقطه.
طيب الآن أنا واقف عند هذا الدايركتوري، واقف عند هذا الدايركتوري يا شباب اللي هو الويب بيجز، طلعت فوق خطوة اللي هي النقطتين، بعدين نزلت على الإيمج، داخل الإيمج في السي وداخل السي في إيش؟ سي 3 جي بي جي. عرفت النقطتين هاي شو معناها؟ أيوة. بس أنا النقطة اللي الآن نيجي على التاج أو الوسم اللي هو الإيمج، هاي باك جراوند، هاي إيش؟ هاي باك جراوند، خلفية على كامل الصفحة، هاي الصفحة كاملها. وطبعا في بعضكم سألني سؤال قال لي أستاذ ليش بكرر الصورة؟ شوف أنا صورتي كبيرة، حجمها الأصل كبير، عشان هيك ما أعمل تكرار للصورة. لا مش معناها كبير ريزوليوشن معها عالي، حجم الصورة، في فرق بين ريزوليوشن وحجم الصورة. برضو في كلمة غلط، ريزوليوشن ملهاش علاقة، احنا نتكلم عن حجم الصورة، قصدك انت حجم الصورة ملائم لحجم الصفحة. نعم ريزوليوشن اشي والحجم اشي. يا شباب الان اللي عنده حجم الصورة صغير كان يعمل له تكرار. راح ناخذ في السي اس اس كيف نمنع التكرار، راح ناخذ في السي اس اس كيف تعملها ستريتش حتى لو كان صغيرة، بس راح تروح تضيع الصورة لما تعملها تمديد تمطيط ستريتش، راح تصير مشوهة مبكسلة. نعم شباب اقطع الكلام، الان بدي اشيل الباك جراوند، بدي احط صوره، بصير تحط صوره على الباك جراوند عادي بس راح تكون مشوهه. خلينا نحط صوره الكاميرا على الباك جراوند، شو رايكم؟ يلا نحط صوره الكاميرا. الان في عندي وسم اسمه ايمج، فانا هنا بدي احط الايمج عند الباراجراف اللي تحت هذا، بدي احط وسم ايمج. وسم ايمج باختصار شديد اي ام جي، وبعدين بعطي تاب. لاحظ بستنى عندي عند اهم خاصيه اللي هي الاس ار سي. شو يعني اس ار سي؟ يعني السورس، المصدر اللي قبل شوي احنا كتبناه هنا اللي هو الفول باث مع اسم ايش الملف وامتداده، هذا بنسميه الاس ار سي، مصدر الصوره اخذناه بالباك جراوند. هو نفسه بدنا ايش نستخدمه مع الايمج. واضح كلامي؟ واضح يا شباب؟ الان هان بدنا نكتب الصوره. طبعا الصوره بدناها ريليتيف، صح ولا لا؟ انا بدي احط الصوره اللي هي عندي اللي هي صوره السياره الكارز. شو فيه؟ ايش السؤال؟ هاي وسم صوره غير باك جراوند، هاي صوره على الصفحه، انا بدي احط صوره على الصفحه مش باك جراوند. بدك تحط صوره مثلا صوره شعار الجام الكليه، شعار المدرسه، بدك تحط صوره تشرح عنها، صوره ورده. احسنت، صوره على الجنب. واضح هسه بتفهم، هسه بتفهمها صوره. اذا بدك شيل الباك جراوند، اذا في عندك كونفليكت، في عندك تداخل في الموضوع، شيل الباك جراوند. بس هي الباك جراوند شيء، الباك جراوند مرتبط في جسم الصوره، في جسم الصفحه اسف. اما هاي صوره على الصفحه، اما هذيك مرتبط. طالما بتطلع عندك الصفحه بده يكون في الباك جراوند اللي هي الصوره. اما احنا بنتكلم عن صوره مستقله عن الصفحه، فوق الصفحه بتيجي. يلا يا شباب بدنا نخلص هاي ايمج، اطلع نقطتين فوق، اطلع على المجلد هو ماي بروفايل، بعدين ندخل على الايمج، دخل على الايمج، بعدين بنحط كارز. شوف كيف كان ايش يسهل علي كارز. بعدين داخل الكارز في عندي تويوتا، وبعد التويوتا ايش عندي؟ اسم الصوره ايش؟ تويوتا نفسها، وامتدادها ايش؟ احسنت، اهم شيء الامتداد، لانه اكثر شيء بنساه الطالب في الامتحان هو ايش؟ الامتداد بي ان جي. بلاش بي ان جي، في عندي تويوتتين انا، لا عندي تويوتا جوا تويوتا، هاي هي. فانا هيك بدي يصير عندي تويوتا داخل الكارز في تويوتا، وداخل التويوتا عندي تويوتا. احسنت، هاي بك، وامتدادها ايش؟ جي بي جي. اموري تمام، وحاطط لي خط ازرق، واموري تمام. داخل الايمج في كارز، داخل الكارز تويوتا، وداخل التويوتا في تويوتا. حسب اللي عندك طبعا، انت بتشتغل على حسب اللي عندك. الان لاحظ عندي هون لما اعمل رن اطلع علي وافهم شو معنى صورة. يا جاب لي الصورة،
بس هيك تشوهت صح؟ ايوه بدي اعدل الان السايز. احسنت. الود والهايت هي الاتريبيوتس تبعت التاج ايمج، بعدين راح نحكي عنها، بس راح اعملها بالنسبه المئويه الان. خليك معي، راح اعملها بالنسبه المئويه. نعم اس ار سي هي اس ار سي يساوي، حط علامات تنصيص. الان شباب في عندي قبل، في عندي الت. شو معنى الت؟ ايوه هاي بسموه الترنت تكست، الترنتيف تكست اللي هو بسموه النص البديل. في حاله عجز عن عرض الصوره شو النص اللي يطلع لك؟ افرض ان الصوره هاي كتبت الباث طلع غلط، انت مش صحيح الباث، مالك الصوره، شو النص اللي بده يطلع؟ احسنت. بتقول there is an error، بتحط رساله انت بتكتبها اذا عجز عن فتح الصوره، اما انه ما كش موجوده، اما انه لا يدعم، اما انه، فبتطلع لك عندك ايش رساله، هاي رساله انت بتكتبها، وهي لا تظهر الا في حاله عدم اظهار الصوره. يعني هاي الرساله ما بتطلع عندك الا اذا صار في مشكله وما عرضت الصوره نتيجه لاسباب معينه، تطلع عندك الرساله. زي الان راح اغلط نفسي واقول لك انه الباث، راح اخبط في الباث عشان نروح ادور في الباث ما يلاقيش الصوره، فراح اطلع لك النص. نعم يلا اكتب النص اللي بدك اياه. انا هون بدي اكتب له بالنص جرب عربي، انا جربتها زمان عربي كانت تزبط. There is error. ممتاز. الان هون هاي الرساله راح تطلع عندي. انا بدي اغلط نفسي، يعني كيف بدي اغلط نفسي؟ يعني بدي احط مثلا ايمج، ما فيش عنده مجلد اسمه ايمجي، فحطيت اي، غلطت نفسي يعني عشان ما يلاقيهاش وتطلع ايش الرساله. خليني اوقف بس الرن واعمل رن. تطلع معي هون ايش طلعت الرساله، تطلع معي شوف هاي الصوره لازم تيجي هون. شو كتب لي؟ there is error in big. والله الشباب بدها عدسات حتى تقرا النص. ما هو طبعا، بس انت بتقدر تغير حتى الالترناتيف. لا بتغير لون الخط، بس هذا بالسي اس اس بنغيره، هلا مش فاضي نقعد نشرحه. بالسي اس اس بتحط النص اللي بده يظهر في حاله عدم قدرته على اظهار الصوره. لا مش ضروري، لانه ما راح ابدا يظهر هذا النص الا اذا عجز عن اظهار الصوره. يعني لو ظهرت الصوره الان ما راح يطلع عندك النص. خلينا نظهر الصوره، نرجع نعدل الغلط اللي عملناه. هلا بالسايز بس خد دقيقتين. هاي رجعت الصوره، هل النص ظهر؟ ما فيش، بيختفي النص، لانه النص لا يظهر الا في حاله عجزه عن اظهار الصوره. خد دقيقه يا سيدي. الان في عندي مشكله كبيره تتعلق بالحجم، فانا هون في عندي الهاي والويث. الهاي والويث يا ريت نحدد. طبعا الهاي والويث في اكثر من مود واكثر من طريقه للتعبير عنها. هاي الود بدي اعطيه نسبة مئوية. شو يعني نسبة مئوية؟ يعني انا بدي اقول له مثلا العرض 20%. 20% بالنسبة لمين؟ لعرض الصفحة. احسنت. بقول له انا الصورة بدي اياها 20% بالنسبة لمين؟ لعرض الصفحة. يعني هاي الصفحة عندي لما اعمل رن، وين الصفحة؟ انا مسكرها؟ لا مش مسكرها. هاي ها، فهاي بدي اخذ 20%، يعني تقريبا لهون. هيك راح تصغر كثير. طبعا ديروا بالكم، انت مرات بتصغرها بنسبه معينه فتجدها ضاعت، صار تعمل بيكسلايزيشن. وعندك الهاي، طول لي بالك. هاي 40%، لا هيك 40% بتتشوه، خليها 30%. بدك تحافظ على الاسبكت ريشو قدر الامكان. المئوية شفت مع رقم 5، شفت مع رقم 5. فالآن لاحظ عندي الهاي والوذ. الآن طلع معاي لما نعمل رن، نسكر أول شيء الرن الحالي أو بنخلينا على نفس الصفحة وبنعمل ريفريش. تطلع كيف حجم الصورة صار؟ لا تصغروها كتير، حلو؟ حاول اهم شيء تحافظ على الاسبكت ريشو. بتعرف شو الاسبكت ريشو؟
اللي هي كم البكسلز بالطول بالنسبة للعرض؟ حدا عنده تلفزيون؟ شو الاسبكت ريشيو اللي بتتابعوا عليه القنوات؟ مش بيجي عندك اسبكت هيك بتضغط بقول لك 16 على 9 نقطتين 9 3 نقطتين 4 هذا الاسبكت ريشيو. يعني كم الطول بالنسبة لمين؟ للعرض. او انا ملخبط العرض بالنسبة للطول. مش الريزوليوشن، اسبكت ريشيو. اسبكت ريشيو عمي مش الريزوليوشن. في صور عمي متاخذة بالعرض، فلما تيجي تقول له الاسبكت ريشيو تبعها 16 مثلا 9 بتيجي بالطول بتتخرب بتخرب الصورة. فاسبكت ريشيو اللي هي كم خطوة مثلا. طلي ولي بالك، طولي بالك، خلينا فهم. انا بطلع من الصفحة، اطلع من الصفحة يعني. بس مينيمايز. ايوه شباب الاسبكت ريشيو هاي عندك الشاشة صح؟ هلا عندك هون عندك خطوط اعمدة وايش؟ صفوف. لما يقول لك مثلا 16 اسف على 9 انا ملخبط بينه مين العمود ومين الصف مش مهم. قول على فرض انه 16 على 16 عمود، طب ياخذ لك 16 عمود على 9 خطوط. طب هذا شو بفرق في الصوره؟ لو اخذ لك العكس، لو اخذ لك لو اخذ لك 9 على 16 بصير عندك 9 خطوط، فبصير تمط. بصير تمط عرفت كيف؟ وبتصير فالاسبكت ريشيو كانه بتحسها اما بتيجي بالعرض الصوره او بالطول. فهاي بدك تحافظ عليها الصوره الحقيقيه للاسف. ليش بتحافظ عليها؟ لانه ممكن تروح تتغير في الاسبكت ريشيو فيروح ايش تشوه الصوره، تصير كانه واحد بلا مؤاخذه صياغته الكامله شاردها ماططها مط، لانك مش حافظ على الاسبكت ريشيو اللي هي نسبه الطول بالنسبه للعرض. ما هو خلصنا وريتهم. هلا انت عندك هون 30 خليها 40، قلت لك بلاش خلينا نحافظ على الاسبكت ريشيو صح؟ هذا حسب الصوره عمي، طلع كيف الصوره. هل هي طبيعيه؟ مش طبيعيه. شايف كيف ممطوطه لمين؟ ممطوطه لفوق. شباب شباب في عندي مواقع لتحديد الاسبكت ريشيو، انت بعدين بتبحث. انا بعطيك النقطه مش فاضي اقعد اشرح لك، مش موضوع الاسبكت ريشيو. انت خذ اسم الموضوع وشوف لك كم فيديو على اليوتيوب بشرح لك اياه من A to Z للتلفزيون، مش راح اشرح لك اياه للصوره، بس انت راح تفهم شو معناه. وضحت يا ينال؟ هلا طيب شباب، اذا في اسلوب اخر للتعبير غير النسبه المئويه، في البكسل وفي البي تي بوينت وفي الاي ام. هذول راح اشرحهم بشكل سريع لما ندخل في السي اس اس. الاي ام بس خليكم معي، هدول راح اشرحهم بعدين. الفرق بس يا باسل اسمعني بس، انت بدك تفهم شغله، طولي بالك خليك معي. لما تعمل انت زوم بتقرب صح؟ زي كأنه واحد قرب على الورقة وصار اقرب، فببين له انه كل اشي كبر حجما. طيب الفرق بين ال 20% وال 200% وبين البكسل، البكسل انت بتربط الصورة بالبكسلز اللي سوف تستخدم لعرض طبعا اي شاشة او اي صفحة. طيب شو ال 200%؟ ال 200% لما انت الان تغير في حجم المتصفح وتغير في حجمه فبتغير بناء على النسبة المئوية. فالتغيير بالنسبة للنسبة المئوية مرن اكثر من التغيير في البكسل. هذا راح يغير ويعمل زوم، هذا راح يغير ويعمل زوم، بس هذا التغيير في النسبة المئوية راح يكون في مرونة أكثر لأنه معتمد على عرض مين. طيب متى بنستخدم يا باسل البكسل ومتى بنستخدم النسبة المئوية؟ لما أنت صفحتك ممكن تفتح على كمبيوتر، ممكن تفتح على موبايل، أحسنت، ممكن تفتح أحسنت. فإحنا هنا بنفضل مرات النسبة المئوية حتى ما يعمل تغيير بإيش ويشوه الصورة، لانه البكسلز اللي بشاشه الكمبيوتر عندك مختلفه عن البكسلز اللي موجوده في الموبايل. اما نسبه مئويه لو الموبايل شاشته صغيره فراح تجد انه هو بيظبط بناء على عرض الصفحه على ارتفاع الصفحه جاب الصوره.
اما البكسلز لما تقول بكسلز ما هي مرتبطه بالبكسل تبع الموبايل، شاشه الموبايل مرتبطه بالبكسل تبع الشاشه عندك. واضح؟ طبعا يا شباب مش مهم تعرفوا هاي التفاصيل الان لانه تصف عاشر، انت اعمل صفحه وظبطها وبعدين لما تشتغل الصفحه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها غصب عنك راح تسال ليش. ولا تظن نفسك يا هاشم انك عملت لي صفحه انه وصلت القمه، لانه للاسف الشديد اليوزر اكسبيرينس راح نتحدث عنه لاحقا يتطلب منك دائما تنوع وتصمم اشياء تناسب مين المستخدم، فبدك تكون up to date، بدك تطور. اما واحد يعمل لي ستايل صفحه ويضله 20 سنه هو نفس الستايل نفس الستايل، كل ما يجي شغل نفس الستايل بقزه منه، ما بزبط. كل صفحه لها ستايلها المناسب، الالوان المناسبه، لانها بدها تخاطب فئه من الجمهور. راح يجينا هذا باليوزر اكسبيرينس، بدك تحدد مين الجمهور اللي بتخاطبه، بناء عليها بدك تحدد التصميم المناسب. طبعا 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 شباب، انت لما تعمل نسختين في عندك تطبيقات الابليكيشن للموبايل. هلا انت لما بتفوت من البراوزر ما بتقدر تمنع انه هذا انفتح من الموبايل وهذا انفتح من مين؟ من البي سي. عشان هيك مرات لما انا اعمل تصميم للشاشه لما تروح تفتح الموبايل بتقول لي في يا اخي ازرار مش مبينه، صح؟ نازله طالعه، لانه اللي صمم ما عمل حسابه انه يكون الكستمايزيشن تبعه مناسب لمين؟ للموبايل وللبراوزر، اما هو للكمبيوتر اسف، فهو عامله بس للكمبيوتر، هو بصمم هون، هذا غلط، هذا مش من اليوزر اكسبيرينس. فاهمني؟ انت بدك تشمل الاثنين، بدك تستخدم معايير تزبط عند الاثنين، زي ما قلت لك النسبة المئوية. الآن بدنا ناخذ يا شباب الليست، وفي عندي نوعين من الليست، الليست اللي هي قائمة، قائمة بالأشياء حابب تعرضها وين على الصفحة، أو قائمة بروابط تعرضها على الصفحة. أحسن، في عندي نوعين، في عندي الأوردر ليست القائمة المرقمة، والان اوردر ليست اللي هي القائمه المنقطه. القائمه المرقمه انتم عارفينها من اسمها مرقمه، يعني بهمني الارقام، بهمني تكون بالترتيب زي خطوات الدخول الى موقع معين. فهي لازم تكون واحد، الخطوه الاولى انك ايش تذهب الى الصفحه الفلانيه وتعمل تسجيل دخول. اثنين، بدك تروح بعد تسجيل الدخول تروح مثلا على قائمه المستخدمين. ثلاثه، فهاي بدها تكون مرقمه. عشان ما اطول عليكم شباب، الاوردر ليست التاج تبعها او ال، فياريت نعمل بشكل 3 دقيقتين بالضبط. هاي عند البادي بدي اعمل ليست. طبعا انا الموضوع ما راح انا افصل فيه الموضوع، مثلا خطوات عمل طبق البيض، خطوات عمل كذا، المهم انه في اشياء بدك تحتاج الى ترقيمها، يعني الخطوه الاولى الثانيه الثالثه اي بي سي. طيب فانا الان بدي اكتب مثلا هنا كابي بيست، بالنسبة إلي مش راح أقعد. طبعا هنا مثلا لو طلب منك بالترتيب، لو طلب منك بالترتيب إيش هي المشروبات اللي بتحبها. أحسن، فأنا للتسريع بس طبعا لازم يا شباب تحط عنوان قبلها، العنوان بدنا نحطه بباراجراف وأقول له مثلا إيش شباب. لو طلب منك بالترتيب طبعا الاوردر ليست يا شباب عندك شيء مهم، وهي بدي انزل سطر، هاي بي ار بدون نزل سطر، هاي باراجراف. هلا هون لاحظ شكلها، هاي او ال عباره عن البطاقه، وهذا تاج له اوبن وله كلوز، طبعا بدون تايب اي، خلينا هلا بدون تايب اي، بس اوردر ليست هي او ال، بس اوردر ليست او ال. هلا العناصر كل عنصر محاط بتاج اسمه ال اي، يعني ليست ايتم. شو اسمه بالانجليزي؟ ليست ايتم، يعني عنصر القائمه كافي، عنصر القائمه تي، عنصر القائمه ميلك. هذول مثلا لو طلب الترتيب، اذا التاج ببساطه شديده هيو تاج او ال، واغلاقه بالنص العناصر اللي بدك تعمل لها عرض مرتبة، اللي هي من خلال كل عنصر محاط بالتاج أو الوسم الآي. في عندي الأوردر ليست، في عندي خاصية أتريبيوت اسمها تايب. أنتم بتعرفوا لما طلعنا الآن عملنا رن
بعد ما كتبنا هذا الشيء اطلع كيف طلع عندي الصفحة. طلعت عندي الصفحة بهذا الشكل، طلعت عندي الفيفوريت درينكس وواحد اثنين ثلاث. لو أردت أنه نظام الترقيم بدل ما هو رقمي يتغير لأحرف A B C، ففي عندك أكثر من قيمة. نعم، فبدي أختار التايب اللي هو نوع الترقيم وحط يساوي، وراح يعطيني هنا خيارات عديدة. إيش الخيارات اللي بيعطيني إياها بشكل سريع؟ راح يعطيني إما A small A capital، يعني راح يرقم A B C بس بالكابيتال، A small بالـ A والـ B والـ C. في عندك تايب I اللي هي إيش؟ اللاتينية. يعني اللاتينية بس إيش؟ هنا حرف الـ I لاتيني بس إيش؟ بالكابيتال. هاي رومان نمبرز ولكن إيش؟ بالـ I كابيتال. وفي عندك بالـ I small اللي هي رومان نمبرز اللور كيس. فإما بتختار واحد بالترقيم. طب لو ما اخترت باي ديفولت الواحد، ماشي؟ يعني لو ما كتبت تايب واحد هو لحاله راح يرقم لك الليست بواحد. A small I small رجاء حار جرب واحدة منهم عشان ننتقل للي بعد. يعني لو أنا بدي الأحرف اللاتينية أو الرومانية، آسف، هاي I capital، فبدي يعطيني بالأحرف الرومانية الكبيرة. اطلع عندي، طلع كيف عندي هاي واحد، هاي اثنين بالروماني، هاي ثلاثة. وإذا عندك بالسمول، هاي بالسمول عندك I، وإذا بدك إياها بالA أحسنتوا يا شباب، هي بتزبط إن شاء الله. شباب ما بدي أطول فيها لأنه خلصت، يعني هاي الآن طالع بس معاي، فأنت بالبيت بتجرب على راحتك. هاي A B C. طبعا برجع بقول لك إنه الليست الأوردر لازم تكون هدفك من استخدامها هو ترتيب الخطوات. يعني لو سألت شو هي المشروبات بالترتيب اللي بتفضلها، بقول لك أنا أول شيء عندي القهوة، ثاني شيء عندي الشاي، ثالث شيء عندي الحليب. خلصنا خلصنا. جنب الاوردر ليست في الان اوردر ليست، هذه قائمه مرقمه وهذه قائمه غير مرقمه او نقطيه. ان اوردر ليست، ان اوردر ليست هو التاج UL، هاي النقطية أو غير المرتبة، يعني ما بيش داعي لاستخدام أرقام أو أحرف لترقيم الخطوات. ونفس الشيء داخل الـ UL في عند الـ List Item، كل عنصر بده يكون محاط ضمن هذه القائمة بوسم اسمه LI. فبتكتب داخله اللي بدك إياه. مثلا لو أنا سئلت إيش المواد اللي راح أدرسها، فبالبداية طبعا للقائمة بدي أحط باراجراف وأقول له مثلا إيش اللي هي الـ IT courses، مواد الـ IT. فأنا هون مش مهم الترتيب، فمثلا بدي أعمل له إياها نقطية، بدي أقول له مثلا إيش أول واحدة إيش Network، الثانية أعمل copy paste للاستعجال عشان مش فاضيين، هاي كوبي وبيست. الثانية بروغرامز أو بروغرامينج. وعندك الأخيرة مالتي ميديا. لاحظ هون الآن بعد ما خلصنا نعمل ران ونشوف كيف شكلها. طلع كيف شكلها نقطي، شكلها نقطي، هاي نقطة نقطتين وهي ثلاث نقاط مالتي ميديا. هاي الشغلة بال ان اوردرد ليست، سامعني؟ تستطيع تستخدم برضو نفس الكلام في اتريبيوت اسمها تايب. ليش؟ لانه تايب برضو في الان اوردرد ليست بتعطيك إمكانية تغيير الشكل. في عندك كم شكل؟ اطلع معي كم شكل عندي. في مربع. أحسنت. في عندي الديسك اللي هو النقطة غير المفرغة اللي هي المملوءة. في السيركل هي النقطة المفرغة، الدائرة المفرغة من جواتها. السكوير اللي هو مربع، وفي النن اللي ما فيش عندك إيش؟ أحسنت. هذا النن نستخدمه لما نعمل مثلاً قوائم روابط للروابط، تيجي تحت بعض بس بدون يكون في نقاط أو أشكال. طبعا باي ديفولت بختار لك الديسك. يعني انا هلا لما اجيت عملت له ران
وفتح لي الصفحة يا شباب. اختار الديسك. اختار لي الديسك. فأنا لما جيت عملت اون لاحظ عندي هاي شكل الديسك اللي هي النقاط المملوءة غير المفرغة. لو اخترت انت سيركل الآن التايب سيركل. احسنت. بخليه مفرغ من ال... طبعا يا شباب انتم البقية بتجمعوا في عندك السكوير. فانت انت يعني امورك تمام. شايف كيف طلعت عندي السيركل طلع مفرغ من الوسط. عندك السكوير بيطلع مربع. والنان بدون. خلصنا؟ الان نيجي للتيبل. الان ركز معي في التيبل. الله يرحمه والدينا والديك. التيبل بشكل سريع عبارة عن صفوف واعمدة. متفقين؟ جدول. حلو. الجدول. هذا عبارة عن صفوف واعمدة. انا الان ارسم لك بشكل سريع هاي التيبل عندي. هذا التيبل يا شباب لما نرسمه بال HTML نرسمه صف صف. شو برسمه؟ صف صف. يعني ملوش دخل بالعمود. صف صف. هذا الصف اسمه الوسم تبعه اسمه ايش؟ TR. شو اسمه؟ مين بقول اختصار لايش TR؟ بالذكاء هيك. بالذكاء. لا يا زلمة تيبل روم. انا بقول لك صف. تيبل رو. صف تيبل. يعني عندك هون كم وسم تيبل رو بالنسبة للجدول المرسوم فوق؟ ثلاثة. أحسنت. ثلاثة. هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة. يعني عندي ثلاث صفوف. حلو؟ أحسنت. أحسنت. هلا اللي جواتهم كل خلية شو اسمها؟ تيبل ايش؟ رو. كل خلية اسمها ايش يا شباب؟ هاي. لا 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 وين تيبل رو؟ اهدى يا زلمة. مش تيبل رو. بيطلع عندي تي دي تيبل داتا. تيبل ايش؟ اللي هي الخلية. تي اتش للهيدر. هلا بعدين بس خليك معي انت بس تعمل تيبل ويخلف عليك. الان فهمتوا يا شباب الخلية شو اسمها؟ تي دي تيبل داتا للخلية. فأنا كم هون عندي تيبل داتا بالصف هذا؟ أربعة. أنا بدي أحذف واحد بلي ثلاثة. ماشي. delete cells entire column. هاي ثلاثة. فبدي يطلع عندك هون في إيش؟ تي دي. وإغلاق التي دي هذا وتكتب اللي داخله اللي بدك تكتبه هون. مثلا هون بدي يكون قيمة مثلا أيمن مثلا. هون بدي يكون إيش؟ أيمن. أيمن. عرفت كيف؟ وطبعا بتكرر التي دي كم مرة حسب عدد الأعمدة بالصف الواحد. كم؟ ثلاثة. وطبعا بتغير مش تكتب نفس الاسم يعني. واضح كلامي؟ خلاص؟ فهمنا؟ هلا الايج مثلا خلينا نقول 47 وعندك مثلا رقم الهويه الوطنيه وتبر. فانت هيك خلصت الصف الاول. فراح تجد بالصف الاول انكتب ايمن 47 وايش كمان والرقم اللي كتبته اللي هو 2 4 بغض النظر 3 4 3. المهم وبتنزل بعدين على السطر اللي تحتيه وهكذا. وصلت؟ صعبه؟ مش صعبة. طبعا كل هذا الاسطر والتي دي داخل التاج الرئيسي اللي هو ايش اسمه؟ شو اسمه؟ تيبل. شو اسمه؟ تيبل. فاذا انت رجال هيك بتكون خلصت التيبل وبتمشي سطر سطر. تعالوا مع بعض الان نطبق هذا الشيء بشكل رسمي. الان ركز معي ببساطة شديدة عشان ما تطولش. اسمع الآن أنا بدي فيه للتيبل في إيش اسمه هيدر. تعرفوا الهيدر؟ حلو. الهيدر هو أنتوا عارفين بكون رأس التيبل وبكون عادة الخط أغمق شوي. فأنا هون أحسن بدي أعمل إنسيرت مثلا هنا للأباب. هون هاي التيبل. هون بدي أكتب مثلا الهيدر ما هو اللون الذي يشير على طبيعة البيانات لأسفل الهيدر اللي هو النيم. وبعدين هون إيش الإيج. ماشي. وهذول يا سيد عزيز بكونوا اغمق شوي.
وهون عندي اي دي. معلش بدي اشرح لك الهيدر، انا شرحت لك التيبل ببساطه بعدين انتقلت لك وسعت لك اياه الاي دي. اذا هذا هيدر، الهيدر هو عباره عن صف ماشي زيه زي التي ار. سامعني يا سلامه؟ مشكله سلامه قاعد بشرح انا وراح اعطيه لسه الان راح نكتبه، لكن هو قاعد بكتب وراي. طب انا لما بتكتب انت وراي الان، انا لما بدي اكتب شو رح تسوي؟ الان عندي الصف تي ار، الهيدر خصصوه تي اتش اتش، فانا بعد التيبل اذا راس الصفحه اللي هو النيم والايج وكذا بميزه بايش؟ تي اتش تيبل هيدر، وله بدايه وله ايش؟ نهايه. طبعا 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 في جواته، في جواته الان كم تي دي؟ ثلاث خلايا، ثلاثة تي دي. فهون بتيجي بتقول له تي دي وبتقول له ايش؟ النيم، بعدين بتسكر التي دي، بعدين بتقول له بعدين عشان الاستعجال الايج صار له تيبل الايج بعدين لا تي دي ثانيه الايج وبعدين الاي دي. تي دي صار له تيبل تيبل داتا تيبل داتا. فصار عندكم يا شباب هاي التي اتش للهيدر فيها ثلاث خلايا تي دي تي دي تي دي، واحده للنيم وواحده لمين؟ واحده للايج وواحده للاي دي وبس. بعدين بتنزل الان على التيبل رو تيبل رو تيبل رو. بسيط ولا مش بسيط؟ بسيط. خلينا نرسمه عشان يكون بسيط ان شاء الله. ما باخذه كوبي بيست، خلينا نكتب على السريع ما هو بسيط. هاي تيبل، هاي بدايه ونهايه. التيبل راح يجي وراه ايش؟ الهيدر صح؟ يعني ايش؟ تي اتش. احسنت. التي اتش بده يجي داخله كم تي دي؟ كم خليه؟ ثلاثه. احنا بنمشي انشاء التيبل سطر سطر، لا تنسى احنا بانشاء التيبل بنمشي سطر سطر. فبدي يكون عندك تي دي ونقول له عندي النيم وبعدين نعمل كوبي بيست احسن ونغير في النص. هيو كنترول انسيرت انسيرت. هيو واحده نيم واحده ايج وواحدة اي دي. خلصنا. حلو. هلا بدي اجي للتي ار سطر ونحط كم في تي دي؟ ثلاثة. هاي تي دي الان داخله في عندي اسم مثلا محمد، واكرر على السريع عشان عندي الايج تبعه مثلا 33 الاي دي وتبر محمد خمس اي دي ولا اي دي؟ ايه؟ اخر اسم محمد اي دي ولا اي دي؟ لا محمد بنكتب اي دي وبنكتب اي دي عادي يعني. شباب انا مش بدرس انجليزي يعني عشان اقول لك، بس انا محمد بكتبها هيك، انت اكتبها زي ما بدك. عملت كابو بيست للسطر عشان نستعجل. هذا علي وعمره 25 سنة. وهذا الثاني نفس الشيء نغير فيه الأرقام. و 40 سنة. أيوة خلص. خلصنا. خلصنا. نشوف جدولنا كيف بده يكون شكله، لكن لاحظ في عندي شغلة بهالجدول. ما عمل له. ما عمل لك له اللي هو أنا بحكي لك الملاحظة، إيش هي؟ هو عمل لك جدول، بس المشكلة الكبرى انه ما حطينا بوردر، ما عملنا بوردر. هلا بدنا نعمل بوردر، فانت حط بوردر، هاي بوردر، وحط بكسل مثلا حجم البوردر 4 بكسل. بس كبير 4 بكسل شوي. اطلع كيف طلع شكله. بوردر 4 بكسل. طيب عندك بدك اذا كلر للبوردر، في عندك بوردر كلر، بوردر
color. طبعا هذا كله راح نغيره بالسي اس اس، بس انت جرب هنا مثل ريد. طبعا هنا انت ملاحظ عامل ازاحه ماشي. طيب الان المفروض هو انه الان لاحظ عندي الجدول بالتي اتش، لما اعمل ران طلع عندكم كيف طلع؟ انه طلع ازاحه هون فاضي، اول عمود هيدر تبعه فاضي وعمل ازاحه. طيب انا زلمه لا، انا بدي النيم يكون فوق عمود النيم والايج فوق عمود الايج، ما يعمل ازاحه. اذا بدك تصميم، تعرف هذا التصميم زي مين؟ زي جدول الطلاب. مش بقول لك سبت احد اثنين، هاي ما بيجي فوقها شيء، ما بيجي فوقها العمود شيء، وعندك حصه اولى وحصه ثانيه بتنترك المربع فاضي. هذا بتستخدم ايش؟ التي اتش. اما اذا بدك اياه يبدا من اول بدل تي اتش بتستخدم هند. اكتب كلمه هند، اتش اي اي دي، بس بدل التي اتش، بدل التي اتش بتستخدم هند. بس انا التي اتش ما عرفتش ليش احنا استخدمناها. حلو كلام، سؤال جميل. هسه بشرح لك ليش استخدمنا هيد او التي اتش. اعمل ران، شايف جدولك ضبط الان، النيم مع عمود النيم، الايج مع عمود الايج، الاي دي بينما كان بالتي اتش. ليش بنستخدم يا شباب الهيد؟ الهيد يا شباب ركز معي، بغمق اللون شوي، يعني بسمك الخط شوي. دائما طبعا انت راح تدخل ان شاء الله لما تطلع على السي اس اس راح انت تلعب في الهيد وتخلي لونه اخضر وتخلي كذا اللي بدك اياه. بس الهيد عاده احنا عندنا متعارف انه لما اجي اعمل جدول اطلع على شاشتي، هاي الجدول شايف النيم؟ هاي اغمق من مين؟ من محتويات عمود النيم. هاي الايج هاي اغمق من محتويات عمود الايج، فاهم اللي بحكيه؟ هذا الاي دي اغمق من محتويات الاي دي، واضح كلامي؟ طيب وطبعا انت الان مش تفكر حالك اخذنا التيبل، لا احنا ما اخذنا ولا شعره من التيبل. تستطيع تستخدم الان الهوامش، البادينج، تستخدم الميرجنز. هلا بنستخدم مثلا الباك جراوند، اذا بدك للتيبل باك جراوند تعمل خلفيه للتيبل، بدي اياها بيضه، بديش اياها تكون شفافه زي هيك. كل هذا يا شباب راح نتحدث عنه بالسي اس اس، بضل علينا اخر شيء الحصه.